ننتقل إلى رائد حامد الخضر وهو كبير استراتيجية الأسواق في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا سيد رائد. ويعني الله يسعد أوقاتك. دعنا نقف على تحركات البنوك المركزية في ظل البيانات الحالية وإلى أي مدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبدو أنه حسم أمره ناحية التجديد بغض النظر عن كورونا وتداعياتها وغير ذلك من الظروف المحيطة. يعني أعتقد أنه شبح التضخم واضح جدا بتأثيراته السلبية على معظم الاقتصادات العالمية. نحن نرى انفليشن تضخم خارج عن السيطرة ليس مؤقتا، يجب أن يتم اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل صناع القرار في السياسة النقدية وذلك للسيطرة عليه. طبعا أول اقتصاد في العالم الاقتصاد الأمريكي وتضخم يتجاوز 7%، بالتالي هناك تأخر في عملية تشديد السياسة النقدية حتى وصل التضخم إلى هذا المستوى، بالتالي هذا سيضغط على عجلة النمو في الاقتصاد وعلى النمو الفعلي الذي تحقق في الاقتصاد الأمريكي، لأنه سوف يضطر إلى تشديد وتيرة أو رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع نسبيا، ممكن أن يصل إلى 4 مرات، وهذا ما قد يقوض النمو الاقتصادي الذي تحقق فعليا في الاقتصاد، لأنه راح تكون معركة سريعة. إذا لم يسرع في عملية تشديد السياسة النقدية سوف ترتفع عوائد السندات بشكل حاد ومؤذي، سوف يكون مزيد من الارتفاع في مستويات التضخم وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وذلك يعرقل النمو في الاقتصاد. أما إذا قام بتسريع عملية رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة فذلك بلا شك سوف يسبب انهيارات أو حادة في أسواق الأسهم نتيجة إعادة التسعير السريعة ومحاولة تسعير رفعات أسعار الفائدة التي يمكن أن تحدث، وفي نفس الوقت امتناع الرساميل عن تمويل الاستثمارات والمشاريع والبحث عن يعني خلينا نقول العائد الخالي من المخاطرة. هذه العملية عملية حساسة جدا، نلاحظ أن رجال السياسة النقدية موجودين حقيقة في الأسواق، نلاحظ تدخلات واضحة كانت في جلسات الأسبوع الماضي سببت بعض التراجعات الحادة وعملية سحب للسيولة الفائضة من الأسواق. هذا ما يحدث فعليا في الاقتصادات. ممكن أن نشهد توجه أسرع لتشديد السياسة النقدية في اقتصاد الأمريكي وذلك قد يوفر فرصة لوجود نزوح في الأموال والمستثمرين إلى أسواق لا تزال فيها عوائد أو التضخم مرتفع نسبيا وأسواق الأسهم فيها مرتفعة مثل الأسواق الأوروبية التي أعتقد ستتأخر في تشديد السياسة النقدية. طيب دعنا نتحدث رائد عن ما الذي يعنيه كل ذلك بالنسبة للدولار الأمريكي. يعني هناك بعض التحليلات التي أشارت إلى أن الدولار قد وصل للقمة خلال الفترة الماضية مع تسعير ملف تجديد السياسة النقدية، هل يعني برأيك بالفعل وصلنا للقمة بالنسبة للدولار؟ يعني من الصعب التكهن أنه هذه هي قمة الدولار الأمريكي، خصوصا أنه الأمر مرتبط كما ذكرنا بما هو عدد الهايكس أو عدد رفعات أسعار الفائدة المتوقع، لا يزال نوعا ما يمثل نوع من الغموض بالنسبة للأسواق، فبالتالي اتجاه أعنف لتشديد السياسة النقدية قد يفجر مزيد من الارتفاعات في مؤشر الدولار الأمريكي، وقد نشهد فوق مستويات 99 على هذا المؤشر. نحن متوقع أن نشهد الضغط أكثر على أداء الدولار الأمريكي، ولكن يعني العملية دائما نحن بنقول أنه هي عملية مسبقة، التسعير مسبق، بالتالي عملية تشديد السياسة النقدية كآثارها على الأسواق بدأت يعني انتهت نوعا ما كآثار، والآن بدأ عملية تسعير أسعار الفائدة المرتفعة أساسا ماذا قد تؤثر على الأسواق. يعني بمعنى آخر نحن عم نشوف أنه السوق حاليا يسعر أنه بالنسبة للذهب على سبيل المثال أنه مزيد من الارتفاعات منذ أن بدأ الفيدرال الأمريكي بالحديث عن رفع أسعار الفائدة، الذهب بدأ يرتفع عمليا أو نظريا. نحن المفروض يكون العكس لأنه الدولار الأمريكي يقوى وبالتالي الذهب ينخفض، ولكن هذا تم تسعيره مسبقا والأسواق الآن تسعر ما بعد هذا الحدث أنه أسعار فائدة مرتفعة وضغط على قطاعات الأعمال إجمالا. في نفس العملية تحدث على أداء الدولار الأمريكي، أعتقد الدولار الأمريكي هو قريب من القمة، بالتالي هو ميال للاستقرار والاستابيليتي عند تلك المستويات، لأنه راح يكون عملية رفع أسعار الفائدة لن تؤثر كثيرا في
مؤشر الدولار الأمريكي الذي قاس بسلب من العملات التي أيضا ستتجه إلى تشديد السياسة النقدية. رائد حامد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا.